إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. محمود، ما تنساش ترجع بدري شوية النهاردة من الشغل عشان نروح نعزي أستاذ هلال ومراته، جيراننا اللي في العمارة اللي جنبين، في ابنهم ضياء اللي مات امبارح. يا حرام، والله أنا زعلت عليه قوي، شاب زي الفل لسه شباب، وربنا يصبرهم يا رب. والله الواحد زعل قوي على الولد ده بصراحة. بيني وبينك الواحد بقى بيخاف على شبابنا كل شوية، يعني اليومين دول الواحد عمال يسمع شباب في عمر الورد، وقال ايه بيجي لهم سكتة قلبي. والله حاجة تحير وتزعل. ايوة والله عندك حق، ما كنا زمان بنسمع عن الشباب اللي بتجيلهم مشاكل في القلب خالص، شباب صغيرة. بس احنا ضروري ضروري نسأل دكتور عن مشاكل القلب اللي بتيجي لشباب صغيرة دي، وازاي نحميهم منها. ربنا يحميهم يا رب. سؤال بيدور كتير في أذهاننا حاليا، ليه انتشرت أمراض القلب والسكتات القلبية والموت المفاجئ بين الشباب دون سابق إنذار؟ بقينا كتير نسمع عن حالات موت مفاجئ لشباب كنا شايفينهم قدامنا بيتمتعوا بصحة جيدة. إيه الأسباب اللي أدت لكده؟ أولاً تغير عاداتنا الغذائية الصحية، وتعود شبابنا على كتير من الوجبات السريعة المليئة بالدهون الضارة اللي بتزود الوزن، وحتى لو الوزن ما زادش فالدهون دي بتسبب تصلب في الشرايين، واللي ممكن يعمل بعد كده مضاعفات كبرى على القلب حتى في السن الصغير. تاني سبب ضغوط الحياة، ضغوط الحياة العصبية ورتم الحياة السريع اللي أصبح بيتزايد يوم عن يوم بمتغيرات كبيرة جدا ما يقدرش الشباب يلحقوها بإمكانياتهم الصغيرة، فده بيشكل عليهم ضغط عصبي متواصل علشان يقدر يوفي بالتزاماته ويواكب الاحتياجات المطلوبة منه. ومن العوامل أيضا اللي أثرت على صحة الشباب اليومين دول قلة النشاط البدني والعزوف عن ممارسة الرياضة بسبب الانشغال بالعمل من ناحية، أو الكسل من ناحية تانية، أو تفضيل المكوس أمام شاشات السوشيال ميديا، الموبايل واللابتوب لساعات وساعات، والبعد عن الحركة والنشاط الرياضي. ياريت نرجع لعاداتنا الغذائية والرياضية والنفسية السليمة اللي تمكننا من احنا نبعد عن أي أمراض تشكل خطر على شبابنا. دمتم في صحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.